اتصالا من ولاية كنتك يا دكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت. أهلا بك دكتور على شاشة القاهرة. الولايات المتحدة في ظنك طبقا لسيد البيانات التي خرجت إما بشكل رسمي أو بشكل غير رسمي تسريبا للصحافة، تريد إنهاء الحرب، وما هو شكل ذلك في ظنك؟ تحياتي أولا. بالنسبة للولايات المتحدة اليوم ربما يبدو أنها أقنعت نتنياهو بتأجيل الهجوم على رفح الفلسطينية بشهر رمضان، وتريد من نتنياهو أن يعطيها أسباب حقيقية. يعني هذه الخطة، الذي يقول عنده خطة لحماية المدنيين إذا هاجم على رفح الفلسطينية، وهو يكذب، هو ليس له، لا يكترث لحياة الفلسطينيين، ليس عنده خطة. وسط غزة، شمال غزة مدمر، إلى أين يعودون؟ إذا قام بالعملية في رفح سيغضب مصر التي أعلنت لا تريد حرب على حدودها، وإضافة إلى ذلك تتعطل دخول المساعدات الإنسانية، وكل المؤسسات الإنسانية العالمية، الأمم المتحدة، الأوروبيين يستخدمون لجأ أشد اليوم مع إسرائيل أن هناك مجاعة. نحن صفحة أولى بالوول ستريت جورنال اليوم أن هناك مجاعة، أن أسوأ وضع للجوع في العالم هو في غزة، وهذا ليس يعني حادث نتيجة الحرب. في الحروب نعم هناك معاناة، ولكن هي سياسة إسرائيل في التجويع كسلاح التي أدت إلى ذلك. وكما تفضل الرئيس المصري قال ذلك، كل العالم يعني يتكلم بذلك، والأمريكي اليوم يريد، أعتقد بايدن يريد إنهاء هذه الحرب، ولكن المشكلة كيف يضغط على نتنياهو لإضغاط هذه الحرب، لإنهاء هذه الحرب، إذا هو لا يؤمن بالضغط على إسرائيل. لا يمكن الضغط على نتنياهو بدون الضغط على إسرائيل، هذه المشكلة. طيب أنا أقتبس من هذا الحديث، من حديثك سيدي، فيما يتعلق برغبة الولايات المتحدة في ألا تقدم إسرائيل على اقتحام رفح الفلسطينية خلال شهر رمضان، على أي أساس افترضت أن هذا هو الإطار الزمني الذي ترغب في أن تتجاوزه الولايات المتحدة؟ كحد أدنى هناك تحذير، يعني تحذير من أصدقاء أمريكا العرب المسلمين أنه الحرب في خلال رمضان مشكلة كبيرة للدول العربية الإسلامية، وهناك في الجوع، وشهر رمضان له ميزة يعني عن بقية أشهر السنة. الإسرائيلي قال وزير التراث الإسرائيلي نحن لا نكترث لرمضان، رمضان لا يعنينا، ولكن الأمريكي وحلفائه وأصدقائه العرب المسلمين شهر رمضان مهم جدا بالنسبة لهم، له رمزية. عندما تكون هناك كارثة وجوع، ونحن يعني كل المؤسسات الإنسانية العالمية تقول هناك جوع ويزيد حده ويصبح كارثة أكبر. تصور لو كانت كارثة كما يقولوا مجاعة حقيقية وموت بالآلاف خلال رمضان، يعني هذا يسبب إحراج كبير للولايات المتحدة. الولايات المتحدة يعني إذا إسرائيل لا تكترث سمعتها في الأرض، أمريكا عندها شيء ما من السمعة في العالم، ولا تريد يعني خسارة ما تبقى لها من مصداقية. وهنا سؤالي، أرجو أن تحكي لي أو تنقل لنا هذه الصورة، صورة إسرائيل داخل الولايات المتحدة عند هذه النقطة من المعارك في غزة. أصبحت إسرائيل في وضع صعب في أمريكا مع الشعب الأمريكي، يعني هناك نسبة كبيرة تتعاطف أكثر مع الفلسطينيين من قبل، هناك نسبة كبيرة تريد وقف إطلاق النار، هناك بعض السياسيين ينتقدوا إسرائيل لم يكونوا ينتقدوا إسرائيل من قبل، الإعلام يتكلم يعني، وحتى الكوميديين أصبحوا يتكلموا بموضوع إسرائيل بتهكم على ما تقوله. فإسرائيل سمعتها، وهذا داخل أمريكا، مع أنه يعني الإعلام الأمريكي محابي لإسرائيل تماما يعني. والتيك توك يعني موضوع آخر، دخلنا موضوع التيك توك ووسائل التواصل الاجتماعي، يعني كارثة لإسرائيل أكبر بكثير، لذلك هم يحاربون التيك توك، يحاولون يعني عمليا منعه في أمريكا. تقصد أن محاولة يعني الضغط والمنع والتشريع الجديد ضد هذا التطبيق من ورائه ضغطا يهوديا إسرائيليا؟ أنا أعتقد ذلك نعم. هناك يعني لا، ليس هو الوحيد، لأنه أيام ترامب كان يريد أيضا محاربة تيك توك وغير رأيه ترامب الموضوع، ولكن قوة فاعلة داخل الموضوع هذا هي إسرائيل أيضا اليوم. طيب سيدي، هذا الاتصال الذي جمع بين بنيامين نتنياهو وبين جو بايدن في هذا التوقيت، لماذا أقدم الرئيس الأمريكي على هذا الاتصال في هذا التوقيت؟ هو ما زال، شوف هذا الرجل بايدن يعني يعتبر نتنياهو أولا صديقه، يعني هو يقول أنا أعرف هذا الرجل، يعرف بعضهم من 50 عاما تقريبا، 40 عام، يعني 40-50 عاما، فهو لا يعتبر أنه يكره نتنياهو أو لا يحب نتنياهو، هو يختلف مع نتنياهو، هو هالمشكلة، يقول أنا أختلف بالآراء مع نتنياهو. ولماذا إذا كانت هذه الصيغة، لماذا تخرج بعض التسريبات لوسائل الإعلام الإسرائيلية بأن نتنياهو يسعى إلى مجده الشخصي فقط؟ كيف تفسر ذلك الخلط؟
هو صحيح انه نتنياهو طبعا في خلافات داخليه باسرائيل، اسرائيل متفقين اتحدث على عن موضوع، وسائل بس الاعلام الامريكيه عن واشنطن بوست على وجه التحديد. الامريكيه اذا تسريبات امريكيه ضغط معنوي على اسرائيل، يعني محاولة إضعاف إسرائيل بالرأي العام وإحراج نتنياهو أمام الرأي العام الأمريكي، ونجحوا إلى حد كبير أعتقد في طب هل سيدي في هذه الجزئية في الولايات ذلك. المتحدة تريد أن تفصل بين الضغط على نتنياهو وعلى الحكومة الإسرائيلية وبين مساعدة إسرائيل، ترغب في أن تتحدث عن إسرائيل ككيان منفصل وأن الحكومة الإسرائيلية كيان آخر لا يجوز الخلط بينهما؟ هو المشكلة بالنسبة له إسرائيل دعم الدول الديمقراطية وهذا منتخب هذا رأس الهرم، هو عمليا إسرائيل لا يمكن الضغط عليه بدون ضغط على إسرائيل عمليا، ولكن المشكلة أنه يعني تعب بايدن، لأنه يعني يطلب منه أمور بديهية مثلا إدخال المساعدات، عدم تشبيه هؤلاء الناس، حتى لو يستطيع إقناعه بإدخال المساعدات اضطر إلى إنزالها من الجو واضطر الى يبني مرفأ مؤقت، يعني احراج للولايات المتحده، يعني هو انا اعتقد هو يعني هو يعني ما عنده مشكله مع نتنياهو، هناك صداقه بين هو خاله نتنياهو صديقي، ولكن نتنياهو يقول عندي بالحكومه متطرفين متشددين يمنعوني من افعل ذلك، اذا فعلت ذلك تسقط حكومتي، هذا هكذا يقول. فهذه المشكله التي في بايدن يجد نفسه في احراج، يعني حتى على الصعيد العالم الاوروبيين يصعدون اللهجه ضد اسرائيل، وهم يعرفون ان اسرائيل لا تفعل كل ما تفعله الا لولا الدعم الامريكي، يعني الدعم الامريكي هو الذي يجعل اسرائيل تفعل ذلك، ولكن كما تفضلت يعني لا يمكن الضغط على نتنياهو بدون ضغط على اسرائيل، والدعم هو يستغل هذا النقطه، نتنياهو يقول انتم لماذا تريدون يعني ان اغادر المشهد السياسي؟ طب اذكر لي سيدي، اذكر لي سيدي كيف تضغط الولايات المتحده على اسرائيل؟ الضغط على حكومه نتنياهو اصبح واضحا، كيف تضغط على اسرائيل؟ تضغط يعني اليوم تضغط بتسريبات كما تفضل، وتضغط معنويا، يعني تضغط معنويا، لم ارى اي شيء حقيقي، يعني الى الان هذا الرجل للاسف يعني هو عندما طلب كان هناك فريق من جماعه بايدن ذهبوا الى شيكاغو للقاء قاده عرب ومسلمين على اساس انه يتكلم موضوع الانتخابات وغزه، رفضوا الالتقاء بهم، يعني مطلوب وقف اطلاق النار، هذا الرجل المشكله انه لا يضغط لوقف اطلاق النار، كيف يضغط لوقف اطلاق النار؟ ان يقول للاسرائيلي اذا لم توقف اطلاق النار سيكون هناك تبعات، هناك تصويت بالامم المتحده، هناك وقف للاسلحه تماما. يمكن يضغط بسهوله يضغط بايدن اذا اراد ذلك، ولكن هو لا يريد الضغط عليهم وما زال ياخذ يعني هذه الاجراءات الخجوله بالنسبة لإسرائيل، وأنا لا أعتقد نتنياهو يعني يكترث للإجراءات هذه البسيطة، لأنه بايدن أكد لهم أنه سيستمر في إرسال السلاح لهم ليستمر في الحرب. من ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية في جامعة مورستيت، شكرا لك إذ كنت معنا من هناك.